السلام عليكم. هسه راح نبلش بشرح شابتر 6 من مادة الستيل. شابتر 6 بتكلم عن ديزاين اوف اكسيالي لودد كومبريشن ممبر. مثل ما بتعرفوا بالشابتر الماضي اخذنا الاناليسز للكومبريشن ممبر، كنا نتعلم انه في عندي كي الاوفر ار، في عندي باكلينج، لوكال باكلينج، حكينا نقدر ناخذه بعدين. كل هالشغلات اخذناها اناليسز، يعني انا معي سكشن وانا هسه شو انا معي لود، يعني معي سكشن تطلع لود. هسه بهذا الشابتر معي لود وانا بدي اختار سكشن، فعليا زي شابتر 4 التنشن ممبر. تمام. فشو المطلوب مني؟ المطلوب مني اوجد اريا، مطلوب مني بهذا الشابتر اني اوجد الاريا، ومن الاريا اختار السكشن. فالاريا اللي بدي اوجدها بسموها اريا استيميتد. شو بتساوي؟ بتساوي البي التيميت، يعني الفاكتور لود على فاي اللي هي 0.9 في اف سي ار. مثل ما بنعرف انه اف سي ار بتعتمد على السكشن، فبالتالي انا عندي مجهولين، عندي الاريا مجهول والاف سي ار مجهول. هون شو بدي اعمل؟ بدي اطبق الترايل اند ايرور. طبعا عندي كثير سكاشن بختارها مشان اصمم سنجل ولا بلت اب ولا دبل ال مثلا دبل سي وهيك. هسا في عندي طريقتين للحل. في طريقة انه انا من اللود اللي معي من الفاكتور لود بروح على اقرب، بروح على الجدول بختار اكبر السكشن بيعطيني اللود حسب نوع الحديد وكذا. الطريقة الثانية ترايل اند ايرور. طبعا متى بستعمل الثاني؟ لما يكون الجداول مناسب للحديد، يعني حديد 50 بجدول 4-22 او 4-1 بحل. اما مش موجود حديد 50 ما بقدر احل الا على المعادلات، او اني بقدرش احل الا اني افرض اللي هي الترايل اند ايرور. فخلنا بلش بالترايل اند ايرور. انا راح افرض يا الايراغروس يا الفاي اف سي ار. الافضل اني افرض فاي اف سي ار. طيب انا ما بدي اوجد فاي اف سي ار واجيبها من الجداول، او انه اجيبها من الباكلينج لود. الفاي اف سي ار مش هي بتعتمد على الاف اي، والاف اي بتعتمد باي تربيع في اي 29000 على كي ال اوفر ار الكل تربيع. راح تقول لي صح، معناته الـ FCR بتعتمد على الـ KL over R فعليا، لأنه هاي ثابتة وهاي ثابتة. فأنا أول إشي بدي أعمله بدي أفرض الـ KL over R. بقول لك افرض الـ KL over R دائما من 40 ل 60. أنت روح امسك المانيول وامسك KL over R من 40 ل 60. هاي لأي أعمدة؟ للأعمدة اللي طولها من 10 ل 15 فيت. تمام. هسا اغلب الامثله بالكتاب او كلهم بفرض 50، يعني بالنص عادي. افرض زي ما بدك، افرض 50 60 70 100 10، افرض اللي بدك اياه. المهم يطلع السكشن مناسب. السكشن مش مناسب ترجع تعيد، يعني مش غلبي، يعني مش هالشيء الصعب. فتفرض كي ال اوفر ار 50. هسا لما تفرض الكي ال اوفر ار 50 شو بتروح؟ بتروح على تيبل 422. تمام، وبتجيب هاي كال اوفر ار مثلا فرضت 50، هاي 50. شو نوع الحديد اللي عندي؟ 36، وبختارها 1 ال ار اف جي، هيها 28.4 او 32.4 او 35 او 37.5 حسب نوع الحديد. ما عندي من هاي انواع الحديد، بدي اضطر اجي لهون للمعادله. يعني مش شرط دائما استعمل الجدول، بس الدكتور اكيد غالبا راح يجيب لنا انواع الحديد المعروفه. هيك ايش صار معي؟ طلعت الفاي اف سي ار جاهزين بدون ما اضرب 0.9، يعني فعليا من التابل، انا من التابل بجيب هذا الحد مباشره. ماشي، هذا من التابل 422 بجيب هذا التابل معي بي التيميت، بطلع الاريا. بس اطلع الاريا بختار السكشن، بختار مساحه لسكشن اكبر من الاريا اللي طلعتها او مساوي لها، وبعمل اناليسز. ضبط الاناليسز ضبط، ما ضبط برجع بختار سكشن اعلى، يعني بختار سكشن اعلى، مساحته اعلى. بس يعني ما برجع بختار فاي اف سي ار ثاني، يعني هيك لا خلص. انا بمجرد ما طلعت مساحه ثانيه بعمل انسز مره ثانيه. تمام، هذا كل اللي حكيته هون. هون اكزامبل، يعني شايفين انه زي الشابتر اللي قبل، استرايل اند ايرور واسهل انه في جداول. انت بقول لي هون يوزنج اف واي 50، قال لي حديد 50، قال لك استعمل حديد دبليو 14 البيدد كذا والبيلف كذا والكي ال بيساوي كذا. معناته بي التيميت بدها تساوي 1.2 في 130 زائد 1.6 في 210.
بتطلع معي كم؟ 492. هسه شو بدي اعمل؟ بروح افرض كي ال اوفر ار. بقول لك الكتاب دائما فرضها 50، غالبا 50، بروح فرضتها 50، والحديد اللي عندي ايش؟ حديد 50، نفس الشيء 50 50، هيها 37.5 اللي هي هاي تقاطع ال 50 مع ال 50. ماشي. فانا شو صار معي؟ الاريا راح تساوي البي التيميت 492 على 37.5، هاي من التيبل. هاي كم بتطلع معي؟ 492 على 37.5 بتطلع معي 13.12. هو شو قال لي؟ اختار دبليو 14. طيب بروح على دبليو 14. وين دبليو سكشن؟ دقيقة اجيب دبليو سكشن. تمام، دبليو سكشن هو دبليو 14، الزمني يعني زي الشابتر الماضي، يا بلزمك يا بترك لك المجال مفتوح. هاي دبليو 14 بدي مساحة أكبر من 13.12. لاحظ انه عندي هاي اكبر، عندي هاي اكبر، عندي هاي بصير كثير بعيد يعني، او ولا حسب يعني. فايش بختار انا؟ دبليو 14 كروس 48. انا اخترت هذا السكشن، خلص مباشره بصير شابتر 5. بنرجع لشابتر 5 فعليا نفس خطوات شابتر 5. هون شو قال لي؟ هيا فاي اف سي ار كذا، الاريا كذا، ايش اختار هذا؟ هذا اختار له الاريا كذا، الار اكس وار واي. شو عمل هسه؟ بناخذ طبعا الار واي من الاقل، بطبق كي ال اوفر ار. كي ال اوفر ار طلعت معي 62، يعني اعلى من اللي فرضتها بشوي. شو بعمل؟ بروح بطلع فاي اف سي ار. فاي اف سي ار لا كي ال اوفر ار تقريبا 62، تقريبا 62 يعني، او 63. بعمل انتربوليشن، يعني راح تكون يعني بين ال 34 وبين 33.7. هاي طلعت معي 33.75، وضربتها بالاريا للسكشن اللي فرضته طلعت معي 470. 470 اقل من اللود الالتيميت. شو بعمل؟ برجع بعيد. شوف الخطوات خطوتين بالكثير. اول خطوه كي ال اوفر ار بجيبها يعني تيبل فعليا. ثاني خطوه طبعا يعني طلعت الاريا. ثاني خطوه بختار السكشن سيلكت، يعني هاي الخطوات اللي انت راح تلزمها. ثالث خطوة بعمل اناليسيس. اناليسيس كيف يعني؟ يعني بتطلع كي ال اوفر ار الكنترول، بتعمل اللي هي الاقل يعني الاعلى يعني اللي لها ار اقل. لما اعمل كي ال اوفر ار بروح اربعة، بروح على التيبل او المعادلات يعني حسب الحديث اللي عندي، بطلع فاي اف سي ار. بعدين بحكي الخطوة الخامسة، بحكي ال بي التيميت بتساوي فاي اف سي ار في الاريا جروس للسكشن اللي اخترته. تمام. اذا هاي اكبر من هذيك امورها تمام، هاي اقل من اللود الالتيميت بعيد الحل. فهون لاحظ انه 470 و 492 الرقم قريب بينهم، كثير قريب. فايش بعمل انا؟ بختار السكشن اللي اعلى منه مباشرة. شو السكشن؟ انا كان عندي 48، بختار 53. هسه ما اختار 53، بطلع ار اكس وار واي والاريا كروس والسوالف هاي. بروح برجع بعيد نفس الشيء، هاي 53 كي ال اوفر ار 62.5. بروح على الجدول تطلع معي 528، معناته هذا السكشن هو المناسب. ايش حكى لك هون؟ هون بقول لك انه في عندك طريقه ثانيه للحل، طريقه ثانيه للحل، واللي هي اني استعمل التيبل. مثلا تيبل 4-1، يعني بدي احل انا هسه هذا السؤال، هذا السؤال بدي احله بتيبل 4-1. شو بعمل؟ قديش عندي البي التيميت؟ 492. بروح على 4-1 والحديد 50. وين حديد 50؟ هيو بروح بشوف عندي الال ار اف دي اللي بيعطيني اعلى من 492. لاحظ هاي بالالوف يعني بنزل. شوف هنا حديد 50، هاي دبليو 14، هاي حديد 14. بننزل لحتى نوصل اي شيء بجهة ال 400. هاي ال ار اف تي، هاي ال ار اف تي. انزل انزل انزل، لا في عندك هون كمان نشوف الكي ال اوفر ار. كي ال اوفر او كي ال لحالها، كي ال كم اعطاني اياها؟ 10. فانا بروح على تيبل دقيقه بس، تمام سكرت الملف بالغلط. كي ال 10، هاي كي ال 10، ونفس الشيء حديد سكشن 14 والحديد 50. الحديد ايش هون؟ 50. تمام يلا، هاي كي ال 10. هون في اشي بال 400 بال ار اف دي؟ لا انزل، هاي كي ال 10 في هون. والله طلع هون،
عندك والله عندك 912 بعيدة، 800 بعيدة، 700 بعيدة، 600 بعيدة، 528 ها اللي هي 14.53 14.48 477. احنا كم اللود الالتيميت عندنا؟ 492. لاحظ انه اعلى شيء هي بعد ال 492 هي 528. هذا السكشن ايش؟ 14.53. لما حليته قبل شوي شو طلع معي؟ 14.53. يعني فعليا بدون ما تستعمل شيء بتقدر تروح التيبل. بس الدكتور اكيد ما راح يجيب لك انه هيك جاهز وحل مباشره الا اذا هيك حاب يكون امتحان سهل. بنزل كمان، يعني انا ما بلتزم بهذا، ما بنزل هون كمان. هذا دبليو 12 خلص خلص، ما عنديش الا دبليو 14، ما عنديش الا 528. ليش كمان انا استعملت العشر بالذات؟ بس حسب الكي ال اللي عندي. يعني انا ما بروح على التيبل 422 أربعة واحد بختار أي إشي، لا بختار حسب الكي ال اللي عندي. بس تنساش كمان إنه بدك تفحص بعد ما تطلع السكشن، بدك تفحص إنه هي الأر واي هي الكنترول ولا لا. إذا مش هي الكنترول معناته السكشن اخترته غلط وترجع تعيد من أول. أيوه أنا هسا نشوف تيبل نيجي هون، وزي ما حكيت لك أنت أول إشي بتحل، يعني بتروح أربعة واحد مثلاً تختار 508 مثلا، هذا السكشن هو المناسب. بس قبل يعني بعد ما يعني اذا اخترته صح وانت حكيت خلص انا بدي اياه، قبل ما تختاره وتثبت عليه اتاكد انه ار واي هي الاعلى الاقل ولا لا، يعني كي ال اوفر ار هي الاعلى للوان. تمام، بقول لك هذا المثال اكزامبل، بقول لك بستعمل الجداول بس مشان تصمم اكثر من شيء. هون قال لك دبليو سكشن الكي ال له 10، يعني نفس المثال السابق، والاف واي 50 قبل شوي حليناها. بس هون ايش قال لك؟ دبليو ما حدد لك دبليو 14، فانت بدك تروح على كل الدبليوهات واللي إلها اعلى من الهاي. يعني هون دبليو 14 يعني مستحيل دبليو 16 تكون اقل من دبليو 14 يعني، فعشان هيك تنزل دبليو 14 الكي ال له 10. لاحظ انه هون عندك رقم، ولاحظ احنا قلنا 400 492، ولاحظ كمان كي ال اوفر ار لل 10 هاي دبليو 12 هون كثير، هاي دبليو 12 للعشرة كثير، دبليو 12 للعشرة كثير، اللي بعده دبليو 12 للعشرة هاي عندك هون 12 بخمسين، وهاي اللي بعده كثير بعيدة عندك 590 كثير، أكيد راح أخذ 499. فأنا عندي صار خيارين، يا 12 بخمسين يا 14 ب53. والسكش مين بختار؟ الأقرب لل 492. مين الأقرب؟ W 12 ب50. فالسكشن تبعي هو 12 ب50. هون اختار 48 لأنه أنا يعني ما كملت. ليش؟ يعني كمان ممكن أنزل ألاقي 497 مثلا، 400 أنا بضل أنزل لأختار. فأمشي هون هذا W 10 10 والكي ال 10، في عندك هون 500 762، لا 667، لا ننزل هون هاي دبليو 10 551 ممكن اختاره بس كثير بعيده 460، لا معناته بس بنزل دبليو 8، دبليو 8 ب 10. لاحظ انه دبليو 8 ب 48 هاي اقرب من ال 499، فالسكشن الاخف هو 8 ب 48. بعتذر من قبل شوي اخترت هذاك لانه في فرق 1 كيلو نيوتن يعني، بس انا بختار الاقرب. تمام، المثال الثاني قال لك لايتست اتش اس اس سكوير ريكتانجولر او سكوير الحديد 46. فانا بدي اروح على اتش اس اس، دقيقه افتح جدول اتش اس اس. تمام، جدول اتش اس اس ايش قال لي؟ هو اختار ريكتانجولر اتش اس اس، فانا بدي اروح اختاره على ريكتانجولر او سيركلر. هاي ريكتانجولر، اللود كمان نفس الشيء 492 492. فبدي اروح على الجداول هاي واشوف ال ار اف دي لحديد 46 يكون عنده ال 492. لاحظ هون لو نزلت في عندك هاي الكي ال 10 لا ننسى هاي، لاحظ انه هاي قريبه 551 شوي يعني، الا ما انزل الاقي 700 442، لا 570، لا 537 ممكن اختارها. بنزل ال ار اف تي 484 ما بقبلها، العشرة هون
لاحظ انه عندي 526، لاحظ عندي 567، هاي مش مقبولة، هاي ريكتانجلر 10 414، لاحظ انه بلش يقل لنا هاي 533، يعني انا راح اضل ادور 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 لألاقي. هو لاقى 12 بثمانية بثمانية على ثلاث، 12 بثمانية ثمانية على ثلاث، يعني هاي 10 12 ثمانية ثلاثة ثمانية، 12 ثمانية ثلاثة ثمانية، هذا 12 بستة، هذا 10 بثمانية، يعني فوق 12 بثمانية ثلاثة ثمانية، لقى إنه أقرب إشي 498. هاي بس إنه أنت بس بدك تختار وتشوف، والثالث نفس الشيء HSS بس راوند يعني دائري تحت 42، بروح على الدائري وبختار بس. تمام، يعني فكرة البداول أسهل بكثير من فكرة الحل كامل، إنه خلص الجدول بس اختار السكشن وصار دور. بس إذا التدور بغلب على الهال حسب شو بالامتحان بقول لك. هسا بتتذكروا قبل كان في عندي بنهاية تشابتر 5 كان في عندي KLX KLY، يعني في عندي اتجاهين للباكلينك. بس لما يكون عم برضو يطلب مني ديزاين لاتجاهين للباكلينك شو بعمل؟ راح أحل برضو تريل أند إيرور، بشوف K LX LX على RX و KY LY على RY، وبشوف مين الأقل، وبعد ما هاي بصمم عليها، بصمم على KL over R الأقل حسب LX RX. يعني أنا بروح بختار السكشن اللي حسب اللي أنا بدي أفرضه لما أطلع الفاي اف سي ار، بشوف مين الأقل مين الأكثر من هذول، الأكثر الأكبر. بس بالمقابل هاي الأقل، ماشي. أنا بدي أشوف مين الأكبر من KL over R والأقل من RX و RY. شو بعمل بعدين؟ بحل طبيعي. أما إذا بدي أستعمل الجداول بدك تختار تفحص إشي اسمه الإكويفلنت. الإكويفلنت ما تنسوه، إكويفلنت من شابتر 6 من شابتر 5 شو بيساوي؟ KX LX على RX RY، هذا إكويفلنت. تمام. أنا لما بدي أحل لا ننسى هذا الإشي، لو أنا بدي أمسك عندي تو باك لينك بدك تختار KL LX RX أو KY LY RY الأكبر فيهم أو الـ RY والـ RX الأقل، وبحل. لو تستعمل جداول بعد ما شيك على ثلاث ثنتين بدي شيك على الثالثة اللي هي equivalent وبختار الأعلى فيهم. بدي أختار الأعلى KY LY، بدي أختار KY LY. خلينا نحل الإكزامبل. بيقول لي هون select the lightest available W12 section using LRFD. هاي قال لي إذا FY 50 البيدت 250 البيلف 400 KX 26 KY 13، بيقول لي حل باستعمال trial and error أو باستعمال التداول. هسا عندي trial and error بدي أفرض KL over R 50. تمام، بفرض إنها 50 مثل ما تعودنا. بعد ما افرض انها 50 قديش عندي الحديد؟ اف واي 50، فانا مباشره عرفت انه الفاي اف سي ار 37.5. رحت على التيبل بختار بشوف الاريا 25.07، شو قال لي هو دبليو 12. دبليو 12 بطلع على 12 بقول لك اخف دبليو، هاي دبليو 12 مساحته اقل شيء 25.07. يلا بنطلع، في عندي السكشن هذا 12 ب87 و 12 ب96، مين اختار؟ بختار الاقرب لل 25، 12 ب87. فايش بروح؟ اي 12 ب87، في عندي RX له كذا و RY له كذا، فبروح بفحص انا KL over RX و KL over RY. لاحظ مره عوض 26 ومره 13 حسب الهاي، مين الاعلى؟ ال KL over RX اعلى. لما اروح KL over RX بروح على تيبل 422، فايش طلعت معي؟ انا 58، هاي 58، الحديد عندي 50، تطلع عندي 35.2
0.2 هاي 35.2 901 اقل من 940 ما تستكشن ما بيناسبني. بروح مباشره بختار السكشن اللي بعده، السكشن اللي بعده 1296 حل وارجع يعني حل بنفس الطريقه بيطلع معك جواب يعني خلص بتحمل السكشن. بس بدي استعمل التيبل، بدي استعمل التيبل بختار نفس الشيء 12 ب 87، بس بختار 12 ب 87. شو بعمل بعدين؟ بشوف بفحص ال KL over Y KL over R X Y بلاحظ انه المناسبة هي 14.86 يعني هي اعلى من 13. ليش طبعا انا ما استعملت اي اشي بخص R X؟ لانه انا ما بلزمني ار اكس، انا بس لما اصمم مع تيبل 4-1 بستعمل الوايات، فيا بصمم كي واي ال واي او اكويفالنت كي واي ال واي. فلما اصمم في عندي 14.86 وعندي 13 فراح اصمم على 14.86 واحد. برجع بعيد لما بدي استعمل التيبل، لما بدي استعمل التيبل شو بعمل؟ بطلع بشوف الكي واي ال واي وبشوف الكي واي ال واي لمين الاكويفالنت، بشوف مين الأقرب من الأعلى قصدي فيهم وروح على التيبل وبختار. بلاحظ أنه أقرب إشي طلع عندي 12 ب 96 نفس السكشن الماضي. السؤال الكولوم سبلايسز، لما أنا بدي أعمل تصميم للكولوم، لما بدي كيف أثبتهم ببعض، فعندي أكثر من طريقة للتثبيت اللي هي البيلت أب كولوم. في أول واحدة أني أعملهم contact with each other، يعني أني أنا لما أصممهم ملزقين ببعض، برضو أصممهم بدون ما أربطهم بإشي بكون هذا الإشي أضعف، وإذا بدي أصممهم مثلاً ملحومين أو هاي بكون أقوى شوي، ملاحظة الإنيرشيا 4 أضعاف من العادية، هذا الإشي كله ما بيلزمني. برضو لما بدي contact with each other ما بيلزمني، اللي بيلزمني أنا يعني بداخل معنا بالمادة اللي هو لما يكونوا net contact with each other، لما يكونوا not contact with each other زي هذا المثال اللي كان بشابتر 5 أو شابتر 4 بدي أحل عليه. لما بدي أحل سؤال زي هيك شو بدي أعمل أنا؟ بيقول لي select pair of 12 standard channel، يعني روح على C section تكون 12 C12 cross كذا كذا 12 inch يعني ارتفاعها 12. بهذا الفيجر معطيك الفيجر قال لك FY50 الباك تو باك ديستانس 12، قال لي البي ديت 100 والبي ليف 300. هسه بطلع البي التيميت، طلعت البي التيميت 600، بروح بفرض كي ال اوفر ار 50 بتطلع معي الفاي اف سي ار. الاريا طلعت معي 16. هسه هاي ال 16 من وين شو يعني الاريا للسي لوحده 16 والاريا للثنتين سي؟ لا بقول لك للثنتين سي. ليش؟ لانه عندك هاي السي 8 مثلا وهي السي 8 فمع بعض 16، فأنا بدي أختار سي 12 كروس عدد مساحته 16x2 أو أعلى ماشي، مساحته 16x2 أو أعلى. يعني لو أنا عندي سكشن زي هيك على فرض عن شكل السكشن يعني، بس المهم المبدأ يعني المفروض انساك السكشن عندي زي هيك 4L، طلعت معي الاريا 30 مثلا، الاريا 30 ايش بعمل انا؟ بروح على الجدول، على جدول ال بختار L مساحتها اعلى من 30x4، اعلى من 30x4 تمام. فايش انا عملت هسه؟ طلعت الاريا 16، الاريا هاي ل 2C، ل 1C أقرب أريا للسي 12، هاي سي 12، في عندي أنا 7 و6 و8، مين بختار؟ 8 إجباري، لأنه هو طلب مني بس سي 12، سي 12 ب30 هي الوحيدة اللي لها مساحة أعلى من 8، فشو عملت أنا؟ اخترت طلعت الأريا الـ IX والـ IY والـ X bar، ليش؟ لأنه هذا نفس الطريقة اللي قبل، طريقة السنترويد، فهذا سنتر بالنص. فتحسب هسه IX YY، IX هي عبارة عن لأنه السنترين بمروا ببعض فبحكي 2 في الـ IX، أما الـ IY بشوف السكشن هذا سنترويده هون وهذا سنترويده هون، فإيش بعمل أنا؟ بأخذ المسافة بينهم، بأخذ المسافة بينهم، لما أخذ المسافة بينهم
بطلع IX وI Y ومن خلاله بطلع RX وR Y. بس أخلص طلعت أنا phi of CR تطلع معي السكشن أعلى. بس أخلص بختار الفلانج والويب مشان أشيك على اللوكال باكلينك، مشان أشيك على اللوكال باكلينك. تمام تمام. يعني هذا السؤال لما يكون عندي دبل سي أو سكشن مركب إيش بعمل أنا؟ زي ما حكينا بنفرض الكي ال اوفر ار كالعادة، بعدين بنشوف الاريا بنقسمها على حسب مساحة السكاشن. عندي الاريا مثلا 16، عندي هون سكشنين بقسم على 2، بروح على المانيوال بشوف السكشن اللي له أعلى من 8. بس أخلص بطلع الانيرشيات للتريال سكشن، بس أطلعهم. طلعت أنا ار اكس، طلعت ار واي، لاحظت إنه الار اكس هي الكنترول. ليش؟ لأنه الاي اكس هي الأقل. كي ال اوفر ار فاي اف سي ار، بخلص أموري بتنتهي. هسا آخر موضوع بالتابتر مشان إحنا الفيديو الثاني يكون عبارة عن فيديو لللوكال باكلينك بس يعني وحل أسئلة. طبعا آخر موضوع هو السنجل أنجل كومبريشن ممبر. شو هذا الإشي؟ هذا إشي بحكي لي إنه أنا كل السكشنات اللي قبل، لأنه هو سكشن 8، أول 7 سكشنات درسناهم كنا نصمم سي دبليو ام سي مثلا اتش اس اس، لاحظتوا ولا شيء؟ بس ال سكشن ولا مرة حكى لي ليش. فهسه ال سكشن بيختلف عندك انه له فعليا 3 محاور. تمام، في عندي محورين، يعني 3 محاور تماثل، عندي الزد وعندي الاكس وعندي الواي. تمام، عندي 3 محاور للتماثل. فانا هون لما بدي احل بيكون تصميمه شوي مختلف. في عندي اكثر من حال، في عندي حالات معينه، وهي الحالات فعليا لازم ندرسها من المانيوال وليس من الكتاب. ليش؟ لانه المانيوال معطيك حاله واحده، بس هو فعليا في عندي حالات ثانيه. يعني في عندي حاله اذا كنت انا ال سكشن مصممها ببلانر ستراس أو بوكس ترس. تمام، فإنه هون بيختلف عندي الحل. فأنا هذا بروح على تشابتر إيه من المانيوال مشان المعادلات. هاي المعادلات كلها بتلزمني، هاي سينجل أنجل كومبريشن ممبر. فأنا لما بدي أصمم في عندي عدة حالات. خلينا نشرح حالات الأل سكشن. الأل سكشن بيقول إذا عندي إيكواليج، يعني مثلا أل 6 كروس 6، ماشي، هاي معنى إيكواليج. أور أن إيكواليج، يعني عندي سواء equal or non equal، ومربوطات باتجاه log longer leg. يعني ال section فرضنا انه 6 ب 4، هذا ان equal، بس بشرط ال ان equal تكون مربوطه باتجاه الاجر الطويله، ماشي، لما تكون باتجاه الهاي، وبشرط تكون هي بالويب بالبلانر تراس او خلص، يعني بلا نظر ادرس. هي السؤال، اذا اجى السؤال هيك بالامتحان بكون صريح معك هاي الجمله كامله. هون شو بقول لك؟ اذا كان ايكوال او ار ان ايكوال ومربوط بالاتجاه الطويل وببلان ترس، بتكون عندي الكي ال اوفر ار اللي بدي اصمم عليها هي عباره عن هاي او هاي. ايش بحددني؟ بحددني ال على ار اكس. لاحظ ال على ار اكس، مش ال على ار واي او ال على ار زد، لا. خلص تصميم الكي ال اوفر ار للسنجل انجل كومبريشن ممبر هو على ال على ار اكس. اذا ال على ار اكس بين 0 وال80 بتكون الكي ال اوفر ار هيك. اذا ال على ار اكس اكبر من 80 بتكون هيك، بس بشرط ما تزيد عن 200. زادت عن 200 باخذ ال 200. تمام تمام. هسه هذول المعادلات بالحاله الاولى. ايش الحاله هي؟ انه بلانر تراس، والبلان تراس منقسم لجزئين، اذا اقل من 80 او اكبر من 80. بس بقول لك هسه في عندك شرط، لو انا عندي ان ايكوال، هسه هون قال لك ايكوال اور ان ايكوال، بس هون لو قال لك الان ايكوال النسبه بين طول الاجرين اقل من 1.7، يعني 6 على 4، يعني ال 6 كروس 4 كروس نص مثلا. قديش عندي 6 على 4؟ 6 على 4 اقل من 1.7. راح تقول لي وبنفس الوقت بقول لك مربوطين بالشورتر ليج، بقول لك يعني في عندي انا صار عندي شرط، يعني انا فعليا البارت A بنقسم لبلانر تراس
البلانت راس منقسم لحالتين، والحالتين هذول بنقسموا لحاله ثالثه. اذا عندي الشرط الاول ان ايكوال، هاي الاستثناء، استثناء. والشرط الثاني ال ال على ال شورت، يعني ال الطويل على ال القصيره اقل من 1.7. والحاله الثالثه مربوطين بالشورت لينك، شورت لينك. لو بقول لك زي هيك، انت هذا الحد او هذا الحد بتضيف عليه هذا الاشي، بتضيف عليه هذا الاشي. اربعة في ال ال على ال اس كل تربيع ناقص واحد، ماشي، هو نفس الاشي. يعني انا هذا القانون وهذا القانون بضيف عليه هذا الاشي بحالة ثلاث شروط، بس بنفس الوقت ممنوع تقل عن 0.95 ال على ار زد. كيف يعني؟ يعني انا عندي هذا السؤال، صار عندي استثناء، صار عندي استثناء، طلعت الكي ال اوفر ار مع القانون، القانون طلعت 100، تمام تمام، مش 100، هاي اقل من 80، طلعت معي 70. بعد ما ضفت الحل، يعني هذا الشرط لازم للاستثناء، ما في عندي الاستثناء هذا ما بطبق هذا الشيء اللي بدي اعمله هسه. بعدين لما صار عندي الاستثناء طلعت معي 70، هسه بدي افحص ال على ار زد مضروب ب 95%، طلعت معي هاي مثلا 75. مين باخذ؟ باخذ 75. انا بختار انه ما تكون اقل من 0.95 ال على ار زد، يعني بتمنى تكون مفهومه. اول اشي بطلع كي ال اوفر ار، اي بطلع ال على ار اكس، اذا كانت بين 0 و 80 بتكون هي كي ال اوفر ار، كانت بين اكبر من 80 وال 200 بتكون هي كي ال اوفر ار. قبل ما انتقل انه اصمم عليها بفحص، بفحص الاستثناء، طلع عندي استثناء بشوف لو بضفت هذا الحد اعلى من ال 0.95 ال على ار زد بحل، يعني بصمم على هذا، شفتها اقل من كي ال او، اقل من 0.95 ال على ار زد باخذ 0.95 على ار زد بس. او هاي شو بتطلع عندي؟ بتطلع معي كي ال اوفر ار، بس تطلع معي كي ال اوفر ار بصمم طبيعي، بصمم طبيعي. السؤال الحالة الثانية نفس الشرط بس سبيس تراسز اور بوكس، يعني لو زي الحالة الاولى، لو كان عندي بس مش بلانر تراس، كان عندي سبيس تراس او بوكس، بطبق القانونين هذول نفس الطريقة، بس هاي 75 مش 80، وبشوف إذا هاي. وبنفس الوقت إذا عندي أقل من 1.7 مربوطة بالاتجاه الأقل بضيف هذا الحد. لاحظ أنه هاي 6 مش 4، ولاحظ أنه هاي 0.28 على R 6. تمام تمام، هذا يعني فكرة الكومبريشن ممبر. يعني هون بقول لك أوجد الطول 10، وهاي 8 ب 8 ب 3 4 يعني ايكوال لينك. لما قال ايكوال لينك خلص الاستثناء ما بدي اياه. السمبل كونكشن بلانر تراست، فطبق المعادلات الحاليه. ايش بعمل هسه؟ الاريا له كذا والار اكس له كذا. الال على ار اكس كم؟ طلعت معي 48 اقل من 80. هسه ايكوال، هذول ايكوال لينك، معناته ما بروح بطبق الاستثناء. بعدين ايش بعمل؟ كي ال اوفر ار راح تكون عندي 72 زائد هذا الرقم، بتطلع معي 108.6. طلعت معي 108.6، بصمم عليها خلص، بضربه بالاريا جروس وبمشي. يعني هذا فعليا اناليسز، يعني شبه اناليسز مش ديزاين. بس هاي يعني لو انا بدي اعطيك سؤال قال لك هاي ال 6 كروس 4 كروس نص، وقال لك هي سبيس تراس، وقال لك ال ال بتساوي 14، ماشي، وقال لك انه شورتر لك، مثال قال لك زي هيك. فايش بعمل انا هسه؟ راح احكي اول اشي ال على ار اكس شو بدها تساوي؟ 14 ضرب 12 على ار اكس، ار اكس لمين؟ للستة باربعة بنص، هاي ستة باربعة بنص، هاي الار اكس 1.91. شو بدها تساوي هاي؟ خلينا نحلها بس. 14 ضرب 12 1.91 بتطلع عندي تقريبا 88.
ماشي. هسه 88 هي أكبر من 75، فبطبق أطبق معادلة إيش؟ هاي المعادلة. فبحكي أنا هسه KL over R رح تساوي عندي 45 زائد L على RX. كم طلعت معي؟ 88. 45 زائد 88 هي عبارة عن 133. هسه بأخذ هاي بقول لك لا استثنى، استنى، في عندي استثناء. شو الاستثناء؟ بقول لي إذا كان عندي space truss ونن equal لك، ولاحظ أنه 6 و 4 يعني مش متساويات، والستة على 4 أقل من 1.7 اللي بتطلع 1.5 وهي short لك، فبدي أضيف على 133 بدي أضيف كم؟ بدي أضيف 6 في، خلينا نمسح هاي بس، نمسح هاي، بدي أضيف 6 في BL. كم BL؟ 6. كم البي شورت؟ 4. كل تربيع ناقص 1. طبعا هاي قوسين هيك. هسا كم هاي بتطلع معي؟ 133 بدي أزيد عليها 6 في L 6 على 4 كل تربيع ناقص 1، تطلع كم معي؟ تطلع معي 140.5. باخذ ال 140.5 بقول لك لا استنى، بدي افحص 0.82 L على R Z. بتروح عندي L section L 4.5، L 4.5 هي ال R Z، هي Z Z إلها كم؟ 0.864. بروح بحكي له أنا هسا 0.82 ضرب ال L اللي هي 14 ضرب 12 على R Z اللي هي 0.864. كم بتساوي هاي؟ تطلع معي 159.4. طلعت معي 159. مين باخذ؟ باخذ 159. فرح أصمم أنا على 159.4 KL over R. فبروح إيش بعمل؟ KL over R 159.4، بروح على الجدول 422 طبعا ننساش نوع الحديد شو معطيني إياه، بعدين بطلع الفاي اف سي ار في الاريا جروس. طبعا الاريا جروس ايش للسكشن اعطاني اياه 6 ب 4.5. بس يعني بتمنى انه يكون وصل، يعني هذا التشابتر تقريبا انتهى. بصدر علي السلندر اليمنتلي واللوكال باك لينك. اللوكال باك لينك شوي طويل وصعب شوي، بنشرح ان شاء الله بفيديو لحاله مع حل امثله. بخصوص ال سكشن ان شاء الله تكون فهمت. انتبه على ايش؟ على الاستثناء. اذا طبق عندي قانون الاستثناء بدي اشوف اذا بتفحص لي هاي ولا لا. لو كان نفس السؤال بس قال لي بلانر تراست، بصمم على هاي الشغلات والاستثناءات هاي. يعطيكم العافيه.